الشمرة نبات عشبي معمر من الفصيلة الخيمية، يبلغ ارتفاعها نحو متر إلى مترين، كثيرة الأغصان بأوراق خيطية تتدلى إلى الأسفل، ولونها يميل إلى الزرقاء، ساقها مبرومة زرقاء أو حمراء داكنة، والأزهار مظلية ذات لون أخضر إلى مصفر، تكون حبيبات صغيرة طولانية صفراء رمادية مخططة. الموطن الأصلي للشمرة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم انتشر إلى أمريكا الجنوبية عن طريق الإسبان، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية. استعمالات وفوائد الشمرة الطبية. ماء الشمرة العصير له نفس المفعول الخاص باليانسون، وعادة يمزج الاثنان ماء الشمرة واليانسون، وهو يستعمل لإزالة النفخة والمغصي عند الأطفال. تستعمل الشمرة في معالجة أمراض الصدر والسعال، أزمات الربو، الحساسية وتشنج القصبات الهوائية. شمرة مغلية بالإضافة إلى عسل. استعمل الإيطاليون والفرنسيون أوراق الشمرة في السلطة مع بقية الخضار. أما عند الرومان فقد استعمله الخبازون بوضعه في الأفران تحت أرغفة الخبز لإعطاء الأرغفة طعما ونكهة طيبة. تستعمل في بلاد الشام في خلطة العجة والحلويات والفطائر. مدر للحليب، مثير لشهية الطعام، مهدئ لنوبات المصران الأعور، مقوي للبصر. ويمكن استعماله عند شرب الدواء لزيادة مفعول الدواء وانتشاره بالجسم مع الفيتامينات، مثلا مخفض للضغط الدم الشرياني. والسؤال الذي يمكن أن نسأله، هل هناك محاذير من استعمال الشمرة؟ نعم، هناك بعض المحاذير وخاصة عند استعماله، أي السنوت، وهو زيت الشمرة، زيت السنوت، حيث أنه مركز واستخدام جرعة عالية منه تسبب احتقانا وهبوطا في القلب، وكذلك دوخة وغثيان، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي، وربما يسبب حدوث نوبة تشنجية تشبه نوبة الصرع. يفضل عدم استعمال المرأة الحاملة للسنوت كدواء لأنه يسبب تنشيط الرحم. أما إذا كانت تستخدمه استخداما عاديا مع الأكل وما شابه ذلك فلا ضرر من ذلك. ملاحظة نتوقف عندها بأن الثعابين تأكل منها عندما تخلع جلدها، كما تقوي الأفاعي نظرها بفركها بالشمرة لكي ينساب عصير النبتة إلى داخل العين، كما يعتقد بهذه النظرية علماء النبات القدامى.